فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صلاة 4 ركعات قبل العصر هي من سنن الرواتب؟ لا، هذا مطلق، نفل مطلق، ما من الرواتب. نعم، العصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها. أما أن يصلى قبلها 4، هذا ورد في الحديث الصحيح، بنى الله له بيتا في الجنة، لكنه من النفل المطلق. نعم.